بداية تعرفت على شخص عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، طورت هذه العلاقة لإرسال الصور الفيديوهات. بعد فترة من الزمن بدأ يمارس علي هذا الشخص أنواع عديدة من التهديدات والضغوطات، بحيث أنه أثر على حياتي بشكل كبير. بدأ يمارس علي تهديد من ناحية المادية، من ناحية الاجتماعية، وصولا إلى التهديد بالقتل، وهذا مقابل الخروج معه واستمرار في العلاقة. بدأت حالتي النفسية تدهور بشكل كبير، بدأت علاقتي مع أهل بيتي تتغير، بدأ علي الانطوائية، الانعزالية، التغيب عن العمل، ما قدرت أمارس حياتي بشكل طبيعي. بعد فترة من الزمن لاحظت زميلتي في العمل معي أن بعض التغييرات الواضحة على ملامحي، تغيبي عن العمل، فنصحتني أن أتوجه للدعم الاجتماعي، كونهم المركز المختص لدراسة مثل هذه الحالات أو التعامل معها. فعلياً بعد حواري مع زميلتي توجهت مباشرة لإدارة مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي، عرضت عليهم مشكلتي وتم التعامل معها بشكل مباشر، وتفاجأت بسرعة الاستجابة والسرية التامة اللي تعاملوا فيها مع مشكلتي.